وبابها باب نبي الرحمة، وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى. ما اكتسبوا بالنار غير العار، ومن ورائه عذاب النار. إذا سمعتم، قرأتم، جلستم مع أحد، رجاء دافعوا عن عقائدكم، لا تسكتوا، لا تجعلوا هذا اللسان يوم القيامة يشهد عليكم بأنه سمعتم الباطل وسكتتم. لمصلحة منه تسكت؟ لمصلحة منه تسكت؟ آل محمد سر إلهي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إحنا الآن نسأل أنفسنا، إذا إمام زماني جاء الآن وقال لي سيهجمون على بيتك ويتعرضون لنسائك بالضرب، نعم دافع عن نسائك، أبعد الجماعة، ولكن لا تقتل أحد ولا تمد يدك على أحد، فعلا أنا ألتزم بهذا التكليف المهدوي؟ رأيك قد يقول قائل لا مستحيل، أنا إذا واحد نظر بعينه لأهل بيتي، زوجتي أو ابنتي، شو أسوي بهذا؟ نعم افهموا ما عاناه أمير المؤمنين، النبي يقول له سيهجمون على الدار بس أنت ما تقتلهم، تدافع عن الزهراء وتبسطه لابن صاحب وتدوسه برجلك بس ما تقتله. وأمير المؤمنين فعلا يخرج عمر ويضربه ويدوس على وجهه كما قال سليم بن قيس الهلالي، اقرأوا كتاب سليم فدوى، ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، وقال عن الكتاب الإمام الصادق بأنه سر من أسرار آل محمد، أبجد الشيعة، ومن لم يكن عنده كتاب سليم بن قيس ليس عنده من أمرنا شيء، هكذا قال الإمام الصادق. داس على وجهه بس يقول له لا تقتله، ليش؟ لأن إذا قتله أمير المؤمنين دخلنا موضوع ثاني بعد، علي طالب دنيا، ولأنه غار من أصحاب النبي طالبا للدنيا، قتل الأول والثاني وجلس تربع على كرسي العرش وبطش بالناس، واشتغلت بعد يكتب هذا التاريخ، يكتب أنه صار وصايت ورشاوة وفساد وكذا، دمروا ثقافة محمد وآل محمد الربانية الإلهية، ولوثوا هذا المشروع عندما لوث عقول الشباب. فالآن أنا وأنت أما نعبد بقرة، أما نعبد صنم، أما ما نعبد ملحدين. اللي سواه أمير المؤمنين خلانا اليوم نوقف بالصلاة ونقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. أوصل لنا الإسلام على طبق من ذهب مرصع بالدم، وهذا الدم من قلبه الشريف، لأن أي واحد بينا يتحمل اللي جرى على أهل بيته ومضطر أن لا يقتل أحد، هاي شجاعة بحد ذاتها، أن تكون قادرا على هزمهم وقتلهم، ولكن تلتزم بتكليف إمامك والنبي صلى الله عليه وآله إمام أمير المؤمنين ومرجعه الأعلى وسيده، فيلتزم بالتكليف. فأقبلوا إلى بيت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت فضة، قالوا لها قولي لعلي يخرج إلى بيعة أبي بكر، فقالت إن أمير المؤمنين عليا مشغول، فقالوا خلي عنك هذا وقولي له يخرج، وإلا دخلنا عليه وأخرجناه كره. فخرجت فاطمة عليها السلام وقد تعصبت رأسها بعصابة، فوقفت من وراء الباب وقالت ماذا تقولون وأي شيء تريدون؟ فقال ابن الخطاب قولي لعلي يخرج إلى بيعة أبي بكر، فقالت لا حبا ولا كرامة، فقال إن لم يخرج جئت بالحطب وأضرمتها نارا على أهل هذا البيت وأحرق من فيه أو يقاد علي إلى البيعة. فقالت أبي حزب الشيطان تخوفني يا عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين؟ فقال لخالد بن الوليد أنت ورجالنا هلموا في جمع الحطب، فأتوا بالحطب فوضعوه على الباب. فقالت يا ابن الخطاب أما تتق الله تدخل علي بيتي؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال نعم، لأن لم تفتحوا لنضرمنه بالنار. ودعا بالنار فأضرمها في الباب، ثم ركل الباب برجله وهجم القوم على عرينها ليخرج عليا عليه السلام، فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا بتاه
ثم ضرب بالصوت ذراعها فنادت: يا رسول الله! وضغط على الباب بكل قوته فكسر أضلاعها وأدخل المسمار في صدرها، ثم لطمها على خدها فتناثر القرد، ثم رفسها على بطنها فأسقطت محسنة، ثم ضربوها وركلوها ورفسوها وعصروها ولم يرحموها. فنادت ثلاثا: يا علي يا علي يا علي! فوذهب أسد الله وأسد رسوله فأخذ بتلابيبه ثم جذبه بشدة فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، وقال له: يا ابن صهاك، والذي كرم محمدا بالنبوة، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. ولما علم أن علي موصى بالصبر وعدم الاحتكام إلى السيف صاح هجموا عليه فتواثبوا على وليد الكعبة أمير المؤمنين علي عليه السلام، واجتمعوا عليه وخلصوا صاحبهم وهو يرتجف ويستغيث. فحالت ريحانة رسول الله بينهم وبين بعلها وقالت: والله لا أدعكم تأخذون ابن عمي ظلما، ويلكم ويلكم ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت، وقد أوصاكم باتباعنا ومودتنا والتمسك بنا. فضربها قنفذ بالصوت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته، فألجأها إلى عضادة بيتها ودفعها، ثم تكاثروا عليها فأغمي عليها. شباب أهل اللطم، يا المنتظرين الرادود يجي هسه تلطمون وياه، أدري المنتظرين تجي الليالي الفاطمية، كلهم يخابرون: شيخ محمد يريد عزاء، يريد عزاء، يريد عزاء، يريد عزاء. مو لأن محمد، لا، أنت منتظر الليالي الفاطمية صدق. ليش منتظر؟ أسئلة تقول لي: أنا أمي هاي، أمي شنو ليش منتظرها؟ أمي هاي وعصروها وكسروا ضلوعها. سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفلوا، هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل. عاشت مظلومة وقتلت مظلومة، فالسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً.